قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وذلك لأن الكفار قالوا: من يشهد لك؟ فقال: الله، وهو أعظم الشاهدين، وكفى بالله شهيدا. ولذا قال تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. على أحد وجوه التفسير: أنزله بعلمه، أي هو عالم جل وعلا بأنك أهل يا محمد بأن ينزل عليك القرآن.